انا منى عادل، مشتركه في معرض الفتاه، بنعرض فيها منتجاتنا، بنتعلمها تبع المركز، وبعد كده ممكن نقدر نفتح المنتجات دي بره، بنعمل لينا مشروع خاص. وجايين تبع المعرض هنا بمناسبه الذكرى 35 لتحرير سيناء. مشاركه في المعرض وعاملين شغل يدوي، خرز، وعاملين فوانيس برفوم، وعاملين مفارش، وعاملين بطاط ورد، وعاملين كذا، والعروسه دي عاملينها الكاسات. والسنه دي انا حاسه المعرض بشكل مختلف واحساس اجمل يعني، ومكان مفتوح ومدينا ساعه اكبر ان احنا نعرض الحاجه بتاعتنا ونشوفها ناس كتير.